عليكم جماعة، إن شاء الله تكونوا عييتوا بالصحة وعيدكم مبروك. اليوم غادي ندير لكم فلوغ تاع أول أيام العيد، وكيما راكم تشوفوا كاع نقصنا، ما عندنا شوية لاطاي كاع نقصنا رحنا فيها، سامع ليش إن شاء الله قال لي نقص يطلع فهد مول العيد، خاطر كيما يقول لك كي تنقص في رمضان تطلع مول العيد خفيف، وإن شاء الله على عجبكم رمضان زعما زدتوا في الوزن وكاع صوالح، مبروك عليكم. صح اليوم غادي نديرو فلوغ تاع اول ايام العيد، قعدوا معنا دقيقة. قبل ما نبدو الفيديو غادي نديرو جيف اواي كيما مداري في الفيديو الاخرين مداري نديروهم، بصح قبل ما نقولو الجيف اواي اللي غادي نديروها، الفيديو اللي فات قلتلكم غادي ندير جيف اواي تاع التريكو تاع بار بيست، وصلوها 50 جان وما وصلتوهاش، يعني مانيش جيف اواي، بصح نورمال غادي نعطيكم فرصة واحدة اخرى في هاد الفيديو. هاد الفيديو على وصل 50 جام ندير جيف اواي تاع احد تريكو تاع باربيز، كيما هذا هو اللي قلت لكم في الفيديو اللي فات باللي غادي ندير جيف اواي تاع هذا، بصح نتوما ما وصلتوهاش 50 جام. اي مهم على وصل هذا الفيديو 50 جام ندير جيف اواي تاع هذا، وكيما قلت لكم في الفيديو الاخر علاكم باغي تشير واحد كيما هذا، خاطر انا نصنعهم هادو ما ينباعوش برا، راني نخلي فيسبوك تاعي في الديسكريبسيون، هضروا معايا ونتفاهموا من تماك.
انا ندروك افتر ذا ورك اوت راني نوريكم ريكوبيراسيون كي دايره لينا كلها دروك جود مان دروك عندي سباغيتي شويه فول وراني داير روزي طيب كوي طيب وعندي واحد الوصفه من بعد نديرها لكم كلي تاع فيتامينات وفيها بروتينات بزاف راني نوريها لكم دروك. هذه هي الوصفه اللي قلت لكم عليها، فيها الكوكاو و اللوز وبزاف صوالح وطحناهم درنا لهم العسل الحر وقليناهم، تولي فيها فيتامينات بزاف بروتينات، تاكلها قبل تريناج ولا مور تريناج كيما تبغي. انا بغي ناكلها مول العشاء تاعي اذا كنت جيعان باش نزيد نستفيد من البروتينات اللي فيها. المهم غادي ما نطولش عليكم، انا تاني فيديو طويل بزاف هذا، وتاني ما تنسوش ديروا لايك سبسكرايب كومونتو على عجبكم الفيديو ولا باغي فيديو كيما هكا. اند بيس.